تعالوا نزرع زهور الفرح زهرة زهرة. تعالوا يلا تعالوا نسقي نخيل الأماني قطرة قطرة. المحبة أومت إليكم فاتبعوها، إذا ضمتكم بجناحيها فطيعوها، إذا المحبة خاطبتكم فصدقوها. حضرات الأديبات والأدباء والفنانين، الحضور الكريم، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم. يشرفني باسمي وباسم رابطة المبدعين في العالم وجريدة الوسيط الدولي أن أشارككم اليوم افتتاح فعاليات المهرجان الإبداعي الدولي الأول تحت عنوان الحب والأمل والسلام. من منا لم يراوده حلما في حياته؟ ومن أجل تحقيقه كان لابد لنا من وجود الحب الدافع الأول للنجاح والداعي للسلام والناشر للأمل. ولأننا اليوم نعيش في ظل ظروف صعبة تخيم على الكرة الأرضية والتي يسودها اليأس والخوف من المستقبل والتباعد الاجتماعي، نادينا على الجمال والمحبة كي ننثر بذورها في المدى وليشع نورها أملاً وسلاماً. إنما يجمع الفن بالأدب هو العنصر الجمالي الذي يحول إلى مبحث خاص في عالم الجمال، إضافة إلى المشاركة الوجدانية مع المتلقي، كما أن الفنانين والأدباء يشتركون في تجسيد الفكرة على طريقته، كل على طريقته، رسماً كان رسماً أو لحناً أو أدباً. اليوم اسمحوا لي أن أعرف وأرحب بالحضور الكريم على طريقتي. مين قال للقمر يزعل ويفل، ومين قال للزنبق يسرق عطر كلماته منك يا محمد والفل؟ مين قال للقمر يزعل ويفل، ومين قال للزنبق يسرق عطر كلماته منك يا مراد والفل؟ غار لما شاف الياسمين على جسمك يا آمنة صار يحل، والليل بعيونك غفي ونجوم ألوان عليك تهل، واللحن فوق عودك يا شكري استوى، والبلبل من صوتك انتشى وصار يتغزل فيك يا فتحية وصار يتغزل فيك فتحية قدام الكل. أهلا وسهلا فيكم. الله 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 اليوم الله الله برافو شكراً. الله يخليكم. اليوم معنا الدكتورة فتحية دباش من مواليد مدينة مار، في درست في الجامعة كلية الأدب بجامعة ليون، أستاذة لغة عربية بالمعاهد الثانوية بتونس سابقا، ثم أستاذة بالمدارس الابتدائية بفرنسا، كاتبة وناقدة ومترجمة مستقلة،
صدر لها رقصة النار، مجموعة قصص قصيرة جدا، صمت النواقيس، نصوص سردية خارقة للتجنيس في مصر، ميلانين، رواية حائزة على جائزة كتارة للرواية المنشورة، الأدب الوجيز، هوية تجاوزية، كتاب نقدي مشترك في الأردن، البحث عن دي ريدا، جملة من المقالات في المجلات والجرائد، المحكمة الورقية والإلكترونية، مشاركات عديدة في الملتقيات الأدبية والمحاضرات في النقد، محكمة في العديد من الجوائز التي تعنى بالقصة القصيرة والقصة الوجيزة، عضو مؤسس لجملة من النوادي الرقمية التي تعتني بالأدب تحت الطبع، ورقات في القصة الوجيزة، دراسة نقدية في القصة الوجيزة، لها أيضا مخطوطات في الرواية والنقد والقصة القصيرة جدا. أهلا وسهلا بك دكتورة فتحية، لك الكلمة. مساء الخير لكم جميعا، شكرا دكتورة غادة، وشكرا لرابطة المبدعين في العالم على هذه المساحة التي تمنحونها لنا ولسماع أصواتنا من مختلف بقاع العالم العربي والعالم بصفة عامة، لأنني تونسية أحدثكم من فرنسا. شكرا إذن على هذا التقديم الجميل، وأعتقد أنني أبدأ مداخلتي بشيء من الارتباك، لأن يعني تسندون لي لقبا كبيرا هو لقب الدكتورة، وفي الحقيقة أنا لست دكتورة ستصيرين ولكن يعني فيعني في كل مرة أشعر بشيء من الارتباك. شكرا دكتورة إيمي. إذن في نعم تفضل. نعم دكتورة غادة أسمع. لا كنت أقول أهلا للثقة. شكرا جزيلا. أنا في الحقيقة سأبدأ مداخلتي بمقطع أخذته عن كتاب الحديقة الغدامسية لموسى إبراهيم، ويقول: وقال لي: الوعي علومك ومعارفك التي تنهض بها من أغلال السياق الذي حبسك في العالم إلى أول السياق الذي يطلق سراحك وسراح العالم، وهو من الصفحة 56. وهذا المقطع يعني اخترته عنوة لأننا ونحن نحاول أن نحتفل بالسلام وبالحب، وكذلك في شهر مارس في شهر المرأة أيضا، أردت أن أقول أن الوعي فقط يقودنا إلى الحب وإلى السلام وإلى الحقيقة في نهاية الأمر. وفي الحقيقة هناك أيضا شيء من الارتباك، ونحن نتحدث عن السلام وعن الحب، ونتحدث أيضا عن الجسور التي نمدها نحو الآخر، شيء من الارتباك، لأننا نعيش في فترة من أشد الفترات أسئلة وأسئلة حارقة تتعلق بمفهومنا لأنفسنا وأم مفهومنا أيضا للسلام. وبالتالي اخترت أيضا أن أقرأ مقطعا قصيرا من رواية ميلانين، ويقول هذا المقطع: من منا كان أكثر اعوجاجا من الثاني؟ من منا أراد ببراءة تقويم الآخر ومنحه هوية ما؟ كان كل شيء ينذر بالكارثة، القلوب المثقوبة والذاكرة المعتوبة والأحلام المصلوبة على أعمدة الحروب التي لم تحسم بعد. كل شيء كان يقتات من بقايانا، وأنت ندور الصور القديمة ونلهو قليلا بعد سنوات الشوق الذي يقتل كل يوم بعض النبض فينا ويحيي كل يوم
بعض الجرح فينا أكابر جدا، ولكنني أشتاقك جدا. نحن فعلا نكابر ولكننا نشتاق بعضنا البعض، ومثل هذه اللقاءات دكتورة غادة تمنحنا هذه المساحة من الحب. فلكم جميعا حبي الكبير وقلبي الأكبر. وهكذا أختم كلمتي، لا أدري إن كنت، لأنني كنت أخائفة من التحكم بالوقت، لا أدري إن كنت تحكمت فيه أم لا. تحكمت جيدا فيه. شكرا، شكرا جزيلا على محبتك وعلى كلمتك الطيبة. شكرا جزيلا. أسعدتني يا ابنة الخضراء، ما أجملك، أنا كنت أحلم دائما بأن أراك. شكرا يا غادة، لن أنسى لك هذا الجميل أبدا. وأنا كنت أيضا أحلم بأن أراك، والآن أحلم بأن ألقاك. إن شاء الله، لابد، يلزم يلزم. مرحبا بك في اليوم، مرحبا بك في الجنوب، في تونس. نتلقاو في مارث، ما نحبش اليوم، نحب مارث، نحب الجنوب. تعالي تعالي المارث، وكل ورود في انتظار. عايشك. شكرا يا غادة على هذا اللقاء. نحن أنا دائما لما كنت بتونس قلت تونس صدق من سماها الخضراء، ليس لمساحاتها الخضراء وإنما لنبتها بالمبدعات والمبدعين اللي التقيت بهم في تونس فعلا. ونحن نفخر بهذه القامات والهامات الأدبية الموجودة عندنا وفي تونس الخضراء. يسعدني أن أقدم لكم صاحبة الحقيقة. الحقيقة مين بيعرفها؟ بعد موت الشاعرة هيك قال: صرت عاشق النسيان. وهيك خبرتني العرافة ذات المنقار الأسود، ويقصف عمره شو هالملعون المقدس وماشي وراه العميان الجدد، والكل عم يصرخ يعيش النظام يعيش النظام. وإن سألوني وين الحلو غافي، بقلن هنا ترقد الغاوية. لك حلوا عنا دعوها تنام بسلام. هذه كانت مجموعة من مؤلفات الأديب الصديق دكتور محمد حرب، محمد إقبال حرب. دكتور محمد إقبال حرب روائي وقاص، متقاعد أخصائي بصريات، رئيس المكتب الإقليمي في لبنان، والعام للهيئة المنسق العام للهيئة التنفيذية الثقافية منظمة التوسط لتنمية الثقافات، مشارك أكاديمي، عضو لعدة اتحادات ومؤسسات، وعضو مؤسس لجمعية المسرح العربي، وعضو مؤسس في المنتدى الأدبي اللبناني، عضو مؤسس في رابطة الإبداع من أجل السلام في لبنان، عضو فخري بمجلس إدارة صحيفة الوطن العربي الأسبوعية الوطنية الشاملة في مصر. من النشاطات الأدبية صدر له ثلاث روايات وثلاث مجموعات قصصية وديوان شعر، ترجمت منه بعض المختارات إلى الإنجليزية والإيطالية، وكتب في عدد كبير من المواقع والصحافة المطبوعة والرقمية. نشرت أعماله في عدد من الدول العربية مثل لبنان، مصر، الأردن، السعودية، المغرب والعراق، وفي عدد وفير من الصحف والمجلات الورقية والإلكترونية، البناء اللبنانية، الأنوار اللبنانية، الدستور الأردنية، اليوم والجزيرة في السعودية، الوطن العربي المصرية، المداد، الأهوازية وغيرهم. إنجازات: شارك في عدد أعمال المهرجان الدولي الجامعي في مدينة المنستير، عضو لجنة التحكيم أب عام 2019، كما حائز على جائزة الإبداع، جائزة ناجي نعمان الأدبية عن كتاب الحقيقة، وشارك في عدة
مهرجانات وأعمال أدبية أخرى وتطول اللائحة. تفضل الكلمة لحضرتك دكتور محمد. شكرا جزيلا أستاذة غادة على التقديم الحلو والجميل، وبتشكر رابطة المبدعين في العالم، وكمان بتشكر كثير أنه التقيت بهالمجموعة من الأدباء والأصدقاء، خاصة دكتورة آمنة اللي ما التقيت فيها أبدا إلا قلبيا يعني. إلا هنا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. ما بدي أطول عليكم، أنا كلمتي راح تكون مختلف شوي، يمكن شوية عتب على الحب والسلام والأمل. هي رسالة إلى ثلاثي الأحلام. أيها الأعزاء، الحب والسلام والأمل، أكتب إليكم من قرية صغيرة في دولة صغيرة على كوكب صغير، آملاً أن تصلكم رسالة هذه حيث أنتم من هذا الكوكب الفسيح جداً. لقد سمعت عنكم الكثير واستمتعت بإعلاناتكم التي تحمل البهجة والسرور. بصراحة أنا معجب جداً بثنائي الحب والسلام وتواجدهما الملفت في كل مكان وفي قلب الحدث. أما الأمل فيبدو أنه متواضع ولا يحب الشهرة، إذ لا نراه إلا قبل النوم كمخدر يذيب الأرق تحت شعار غد أفضل. صوركما وأسماءكما في كل مكان بفضل اختراع الدعاية، ذاك الاختراع البشري المدهش الذي يخلق من اللاشيء وهما. أليس سحراً أن نجد رمز الحب متوفر على كل السلع والمنتجات بذاك القلب الأحمر الذي لا يفارق صغيرة أو كبيرة؟ ها هو على كل لوحات الهواتف والحواسيب وعلب الشوكولا وألعاب الأطفال، كما معلبات الطعام وأدوات التنظيف، حتى أن دمغته على الملابس الداخلية تعطيها رونقاً مختلفة. أما السلام فحمامته لا تغادر ساحة قباحة عسكرية إلا وفي فمها غصن زيتون مسروق من فلسطين. لكن وبصراحة وجودكما مع الأستاذ أمل يسبب لنا ضائقة معنوية ومادية رغم الاحترام الذي نكنه له. لكل منكما مواسم وعلامة تجارية مميزة ندفع ثمنها مرتين، مرة من جيوبنا وأخرى من قلوبنا. فتحت ضغوط الدعاية والإغراءات نضطر لاقتناء منتج ما يحمل شعار أي منكما بفخر، لكن سرعان ما ينقلب الأمر إلى كآبة، إذ لا نجد شيئا مما تدعونه أو تدعيه إعلاناتكم. أما بطلنا المتواضع أمل فقد تسلل إلى قلوب قادة العالم وشبابه، الفقراء والمستضعفين كما العمال وأصحاب اليقاط الزقاق. لا يحمل شعاراً لا يكلف شيئاً رغم إدمان الجميع على أخذه كجرعة مسائية، كجرعة أفيون مسائية. هذا الأمل تغلغل في قلوب البشر، خاصة قلوب أهل الأدب والفن الذين رسموه حيناً بريشة ليوناردو دافنشي ونحتوه أخرى بإزميل مايكل أنجلو، بينما نظمه الشعراء أيقونة لغد أفضل. لا، لست غاضبا منكم، بل أحبكم بشغف كما يحبكم أهل هذا الكوكب. ولأثبت لكم مدى حبي وإخلاصي سأخبركم سرا عظيما. نعلم بأنكم شخصيات كرتونية وهمية مثل سوبرمان وغراندايزر، لكننا نحبكم أكثر منهما لأنهما يستعملا الهاتف العنف ولغة القوة. أما أنتم فتتخذون من المسيح قدوة، من ضربك على خدك الأيمن فأعرض له الآخر. في الحقيقة تتشاركون مع الشخصيات الكرتونية في كثير من الأشياء، ألوان براقة، قوى جبارة لا يملكها إلا من جاء من كوكب بعيد بقوى خارقة. سيراتكم الذاتية مغامرات كاذبة استهلاكية استعراضية، لكن الغريب هو أن المتصوفين والمشتغلين بالروحانيات يصرون على أنكم حقيقة وجدانية رغم إقرارهم بعدم التعرف على أي منكم شخصياً. أعذروني إن أخبرتكم أن سمعتكم في الحضيض رغم شهرتكم الواسعة،
فلقد بدوتم عبر السنوات المؤرخة مجرد جنون وهلوسات من النوع الجميل الذي يدمنه البشر، مجرد جعجعة بلا طحن، ووعودكم لا تنتهي كما أعمالكم لا ترى النور. ربما لأن تجسيدكم الرخيص المقلد أو استخدام مواد أولية فاسدة في صناعتكم أدت إلى هذا المفهوم لدى كثير من البشر. لم يتطابق وصفكم الروحاني مع الوحي الشوكولا أو باقات الورد التي تحمل شعار الحب، أو تلك الحمامة التي تحمل شعار السلام وهي لا تحضر أي مناسبة إلا لتقديم العزاء الجماعي. لا تفهموني خطأً أيها الثلاثي المحترم، فلقد أصبحت سيرتكم كسيرة منقذي البشرية التي تنتظرهم حضارات الشرق والغرب منذ آلاف السنين. لقد حاولت الشركات إقناعنا بأنكم تغارون على البشرية وتقدموا لها ما يشبع الروح والغريزة في آن، لكن بعد التجربة والبرهان وجيل بعد جيل أدركنا إدماننا على الخداع. ألا تلاحظون أنكم فشلتم في تأمين حد أدنى من المصداقية؟ ألا ترون أن كل القلوب التي ندفع ثمنها من مشاعرنا ووقتنا لم تنبت زهرة حب تعيش أكثر من ورود بائع الزهور؟ كذلك وقعنا فريسة تضليل لا تتناسب مع الإعلان المنشور، فكلما أطلقنا حمام السلام وصلتنا ألف قذيفة، وكلما رسمنا قلوبا حمراء تلطخت أرضنا وأجسادنا بلون النجيع. هذه المفارقات قد تجد من يحبذها لو كانت في قصيدة أو ومضة شعرية، لكنها لا تتناسب مع كينونتنا البشرية لأنها تعني موتا أو حياة. أعزائي ثلاثي الأحلام، ألا ليتكم تتسللون إلى قلوبنا دون وسيط فتشاركون سبل الحياة؟ ألا ليتكم تتساقطون من السماء كرذاذ المطر فترطبون قلوبا قاسية تحكمنا أو تنعشوا أفئدة ماتت في قلوب حكامنا؟ وداعا من قرية الصغيرة المنزوية عند سفح ذاك الجبل، حيث ما زلنا نعتقد أننا لن نجد الحب والسلام إلا في قلوب لا تنام على أمل كاذب. وشكرا. شكرا لك دكتور محمد. إذا طولت يعني شكرا. لا أبدا أبدا، استمتعنا بهذه المداخلة. ممكن هلا معنا يمكن بعد خمس دقايق بيفصل، رح نرجع نعاود الدخول مرة تانية. أستاذة غادة، هل ترونني؟ لأن انقطع عندي البث قليلا ثم عاد. دكتورة أمينة رح افتح الكاميرا من عندي. أي ما بعرف إذا رح. أنا أراك الآن وأسمعك. نحن لا نراك، نسمع فقط. أي لكن الكاميرا ما مفتوحة عندي. الكاميرا كان مقطوع راهو يا غادة، كان مقطوع تماما. نعم للأسف قطع عندي. طيب ممكن ناخذ يمكن الروائي الأستاذ مراد عبال ما تزبط الكاميرا عند حضرتك. طب هو انا اذا انت بدك تيجي تاخذيني بجوز نقطع البث. طب خلينا نقعد هلا معنا يمكن ثلاث دقائق بعد ورح نرجع نعم نطلع فوق فسحه، هاي بسموها ايام المدرسه شوي هيك اللي بدي ادخن بديش فسحه إذا بدك أنا بعطيك رابط، لأنه هاي أنا بدي أبلغ إخلاص عندها زوم، أنا صار عندي زوم، فهلأ ما فيش حدا يطلع في الثاني بعيني إخلاص، هلأ صار عندنا زوم. أنا مستعدة أفتح لكم الزوم عندي لأنه unlimited، إذا بتحبوا ما عندي أي مشكلة. ما لنا مشكلة لأنه نحن عندنا تسجيل يعني كم دقيقة بعد، يعني بكفونا الأربعين دقيقة لثلاث مشتركين بعد. صح، ما في اي مشكله، بس احنا يعني هلا صار في عنا زوم حتى انا بقدر نعطيكم اياه في اي وقت، راح يكون للجميع، متاح للجميع، خاصه لاعضاء ملتقى ابداعات ادبيه، يعني احنا حاضرين في اي شيء بدكم اياه. الله يخليك.
فشو رايك انه احنا ندخل على يعني دقائق هاي ما راح تفيدنا، نفصل وندخل كمان مره على اساس بجوز ان الكاميرا نعم. تكون ظابطه لانه هلا بجوز يعني ما بعرف شو المشكله عندها، هي الكاميرا عندها مش واضحه، لانه عاده انا براقب انه خلاص مين بيكون حاضر مين. والآن يسعدني ويشرفني أن أقدم القاص والروائي الأستاذ مراد سارة من الأردن. مراد سارة قاص وروائي، يعمل مع وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم في الأردن في رفد الثقافة العربية بالأقلام الشابة والفنون والمسرح، ويعمل في دار يافا العلمية، حاصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وآداب في من الجامعة الأردنية، عضو اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، عضو اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. من إصداراته رواية تركوازي، رواية التغريبة السورية، رسائل أدبية، رسائل تهدى بالبريد، رواية قطة فوق صفيح ساخن، قصة علاج، ارحموا من في الأرض، قصص قصيرة إذا لا يضيعنا يضيعنا. خامسا يصدر قريبا على التوالي رواية اللجوء ستان 48 ساعة في إسطنبول. الكلمة لحضرتك أستاذ مراد. سعد الله مساءكم جميعا. أنا من مخيم شنلر، وأنا بعتز أني أكون ابن مخيم، ابن أني لاجئ تغلبت على الوجع، على الغصات الأليمة والموجعة. حابب أختار لكم من وجع المخيم من خلال إهدائي في رواية قطة فوق صفيح ساخن، للي ما 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 قرأ وما استمع إلي إنه يستمع إلي أو يقرأ هذه الرواية. إلى الأرض التي أخذت مسمى مخيم شنلر، وكل الأرواح التي عاشت تحت ظلال الفقر ورفضت أن تشارك بأكل الخبز المعجون بالعار وأن تشرب الماء الممزوج بالذل والعيب، لكل الذين استظلوا بقليل القليل من ظل الله بجانب مركز توزيع المؤن، وانتظروا سنين عجاف حول مكتب البريد، وتهيبوا بعد ارتعاش خيالاتهم على جدران حائط مطعم الوكالة. أكتب قطة فوق صفيح ساخن. إلى روح قطتي التي توفيت في عامها الأول بعد أن أضربت عن أكل طعام الفقراء، إلى روح أمي التي عانقت جسد أخي في مقبرة أبو صياح، والشاهد الرخامي الذي يحمل اسم أبي حسب بطاقة الإعاشة في مقبرة رصيفة، إلى بقايا الرفات في مقبرة شنلر وقد تململ لشتات الأموات بعد أن عاش الشتات، أجدد لهم العهد على إكمال مراسم الألم بتذكارات موجعة من خلال رواية، إلى كل الأرواح التي تلملمت وصعدت متظاهرة إلى السماء فوجدتها قد ملئت شهوبا، إلى كل الطرقات التي أشفقت على أقدامنا الصغيرة من المسامير لمعرفتها المسبقة بعدم وجود الحضارة فأنكرت علينا الحديد، إلى جميع شوالات الخيش التي صنعت لنا من التي صنعت من أنفسها أبوابا لتسترنا وعجزت أن تحمينا، إلى ألوان قوس قزح التي أسعدتنا لدقائق فقط ورسمت من ألوانها مطرة الماء التي أحملها في الضراء وحين البأس ولم تغادرني ولم تروع عطشي، إلى عيون نجوى ونجاة ووجه ميسر المرقة الجميل وابتسامة محاسن وجدائر ختام وجدار احتفظ باسم مهند الذي صوب سهمه في كبد قلب الحب وأسقط اسم عائشة مع الجدار، إلى المربي الفاضل الأستاذ منير الذي علمني القراءة والكتابة والصلاة وأصبغ علي بالوضوء حتى كدت أغرق، إلى كل الشخوص الذين رسموا ملامح القصة، إلى بائع الملفوف
عبد الفتاح الهمشري، وجرس أبو خضر سائق تنبر الكاز الذي توقف حين الإخفاء، إلى أرواح الذباب الذي تجمع فوق أبداء النساء وهن يرضعن، وفوق أفواه الأطفال وهن يطعمن. وأذكره في الإهداء كما ذكره الله تعالى لتغيبه عن الحلم بعد أن كفر بشتاء عمان القارص، إلى بابور الكاز وصوته الرتيب ملاذ السهد العاشق وأحضان الدفء لفاقد وموسيقى النوم لطفل لم يدرك الأطباء أن بكائه الكوليرا، إلى البرواز الذي تعذب في عناق الصورة فرسمها فوق الجدار، إلى روح المطرودة من رحمة النسيان والمتعلقة بوجه تفوح منه رائحة البراءة في ذات حياة وتلاشت ملامحها مع أول عاصفة محملة بالغبار، لكل الأسماء التي حضرت على مسرح ذاكرتي أعتذر، أعتذر بعد أن جعلت ضلوعي لهم قفصة ومهجتي عشة فاحتار فينا الألم أين موطن سكناه، أعتذر لكل تنهيدة خرساء لم تسمع قلبي المكفن بالغصات، أعتذر من ألواح الصفيح التي أنكرها التاريخ وقد أمدتنا بالطاقة واكتفت منا بتوليدها، أعتذر بحجم الألم للألم نفسه لعدم وجود قانون يحميه من القسمة وتفرد فيه الفقراء وتورث، أعتذر لمن لم ألتقي بهم في الحياة لعدم وجود حياة. شكرا. شكرا لك على جمال هذا الألم، يعني أول مرة أرى ألما بهذا الجمال. شكرا لك، صدقت المقولة اللي بتقول أنه من رحم الأحزان تولد أو يولد الإبداع. شكرا لك. بعد سحر الكلام والفكر، خلي فراشي تتنقل بين الزهر وترقص فرحاني على نغمات الوتر مع الفنان شكري عاشور. شكري عاشور، ضيعتك. أستاذ شكري عاشور ملحن موسيقي قدم ألحان في حب الأرض والوطن، تبنى مشروع موسيقي باسم غنات القطيف لنشر رسائل في حب الأرض والإيمان بالوطن، وأنجز ضمن هذا المشروع 13 عملا بين اللهجة المحكية والفصحى، برومو مشروع غناتي القطيف. تم اختياره كعازف عود ومغنن لتمثيل المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية في برنامج السلام من خلال الفن، وقدم عملا باللغتين العربية والإنجليزية بعنوان من هنا. ظهر كمتحدث ومغنن على منصة تيدكس العالمية وتناول موضوع الحب يخلق النجاح، شارك في عدة أمسيات فنية في ملتقيات ومهرجانات تراثية ثقافية، قدم أعمالا موضوعاتية مثل الحفاظ على البيئة والتدوير، قدم عملا عن التباعد الاجتماعي في ظل الأزمة العالمية وأثره على المشاعر الإنسانية بعنوان في قلب وطن. في قلب وطن للتنويه لحن وغناء الأستاذ شكري عاشور. كلنا آذان صاغية، الكلمة أو اللحن معك. هي أول حاجة شكرا للمقدمة وشكرا لهذا اللقاء الرائع، يعني أنا محظوظ لأن أول ما دخلت قاعد أسمع وأستفيد وأتعلم، وأكيد كل قامة فيكم ما شاء الله عليه يحمل داخله كل يعني عمق داخله، أنا حقيقة محظوظ هذه الليلة وأعتبر نفسي اليوم بالفعل محظوظ. فأنا بقدم عمل اسمه من هنا، وهو اللي قدمته في الولايات المتحدة الأمريكية
ويعني هو رسالة للعالم أن كل إنسان لابد أنه يفخر بأرضه ويفخر بهويته ويفخر بقريته ويفخر بكل أحلامه وطموحه. ما أدري إذا كان الصوت واضح ولا لا، أعطوني خبر بس. صديقي أنا، يا صديقي أنا، لست إلا من هنا، لست إلا من هنا، وطيوري وبحوري ونخيلي وعيوني من هنا، وهنا قلبي وصدري ودموعي. يا صديقي من هنا، من هنا، راشيت حلمي بدم يجري هنا، وهنا كونت عشي، وهنا أطلقت طيري، آه، وهنا راشيت حلمي بدم يجري هنا، بدم يجري هنا، لا 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 لا. شكرا جزيلا. شكرا لك. والآن مسك الختام مع الدكتورة آمنة رميلي من الخضراء تونس الحبيبة.
يعني مهما نقول عن الدكتورة آمنة لا يكفي للصراحة، ومضطرين أنه نختصر قدر الإمكان في التعريف، وهي غنية عن التعريف، أشهر من نار عن علم. الله يخليك حبيبتي. بس عندها نذكر المنشورات في البحث، عند الكتب المرأة والمشروع الحداثي في فكر الطاهر الحداد، الحيلة في أدب الهاشميين، كتابة القتل في الأدب العربي القديم، الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وفي مدونة نابل، المنشورات في السرد، الرواية جمر وماء الباقي، وعيون سلسلة عيون المعاصرة، جائزة الكومار للجنة الكراءة 2014، جائزة الكريديت لأدب المرأة عام 2014 توجان، والتي حازت على جائزة الكومار الذهبي 2016، مغامرة كشاف، جائزة أدب الطفل، وشط الأرواح، وفي مجال الأقصوصة يوميات تلميذ حزين، صخر المرايا، سيدة العلب، وألو، ونصوص ومقالات في السياسة والإعلام والفكر، وأربعة الثورة، شطيح ونطيح، ديوان، هذا في مجال الشعر، ديوان بالدارجة التونسيين، حبك يا أنتي، ومجموعة من المقالات المنشورة في المجلات المحكمة داخل تونس وخارجها، مشاركات في ملتقيات وندوات داخل تونس وخارجها. أهلا وسهلا بك دكتورة آمنة، وعذرا على الإطالة، نطرناكي. ولا يهمك، شكرا، شكرا جزيلا على هال، نعم شكرا على هذا اللقاء. في نهاية الأمر غدا الأرناؤوط تجمعنا رغم الفرقة، تضعني في تفاوض جميل مع هذا الجمع الكريم، وأنا سعيدة بذلك. غادة الأرناؤوط، أشكرك وأشكر رابطة المبدعين العالمية وكل من دعانا إلى هذا اللقاء. وفي نهاية الأمر هذا يعني أننا نستطيع أن نلتقي رغم هذا البعد. أنا كنت أستمع إلى الفن وإلى الموسيقى وإلى المداخلات وإلى حبيبتي فتحية دبش، التي نشكر غادة مرة أخرى خاطر خلتنا نتلقى، والله غالب هي في فرنسا وإحنا في تونس، لكن سنلتقي. أنا أريد أن أتحدث قليلاً عن علاقتي بعلاقة الحب والسلام والأمل، ذوما تقريباً الثلاثي الذي نحتاج إليه جداً، ويبدو أنه ثلاثي هكا ينزلق من بين أصابعنا، نقول السلام نلقاو الحرب، نقول الحب نلقاو، فما برشا كره، مازال فما برشا كره في العالم، فما نوع من الأحقاد المتبادلة للأسف، أتكلم على المستوى الإنساني عموما، لكن لابد من البحث، لابد من الحلم، لابد من الحديث عن الحب. وأنا باش نبدأ هكا بمدخل صغير، كان الأستاذ مراد أظن يتحدث عن المخيمات، وأنا أعلمه مثلا هالتنافذ الجميل بين المبدعين. أنا في آخر رواياتي شط الأرواح كتبت كثيرا عن المخيمات، رميت إحدى بطلاتي أو إحدى شخصياتي في المخيمات، المخيمات الحرب، مخيمات السورية اليوم، وجعلتها تتكلم هكذا عن هذا العالم من المخيمات الذي نتابعه من خلال الوثائق أو من خلال الأفلام، لكن صوت المبتع وكلامه وهذا التسلسل اللغوي والمعاجم التي اختار أن يتكلم فيها بالحق تعطينا صورة أخرى، صورة يعني صورة
الروحية فيها برشة توحش، لكن فيها أيضا كثير من الـ الـ كثير من الـ الأثر الذي يتركه تتركه الحياة في المخيم، ولكنها في الحقيقة هي حياة رغم صعوبتها فهي تبني أرواحا عظيمة، تبني مبدعين، وتبني نصوصا مبدعة. مانيش قاعدين ننظر للمخيمات كل الأمل، ونحن نتحدث عن الأمل أن تختفي المخيمات من فوق الأرض، لا أجمل ولا أعز ولا أحلى من أن يسكن الإنسان في أرض يقول هذه هي داري وهذا بيتي وهذا بلدي. لكن التاريخ هو هذا، والظلم التاريخي هو هذا، لكن في نهاية الأمر على الأقل يبقى هذا الإبداع وتبقى هذه النصوص. أنا نحب نقول الغادة زادة والأصدقاء من لبنان ومن أنحاء الوطن العربي أنه عندي هالعلاقة الجميلة باللبنان وبالمبدعين اللبنانيين، الأستاذة غادة، الأستاذة إقبال، مؤسسة الأرناؤوت. كنا في الفيسبوك عنا برشا أحلام وبرشا أمل وبرشا وكثير من يعني المشاريع التي كان يمكن أيضا أن تكون أفضل وأن تتقدم، وأن لبنان، نحن في تونس راك نقولوا لبنان زاد نقولوا فيروز. أنا شخصيا في جيلنا، في جيلي تربين على فيروز وعلى صوت فيروز، ونقوم الصباح في دارنا في الراديو نقاو فيروز، معناها فما نوع من من الانطباع باللحن. كذلك أنا أريد أن أتكلم قليلا عن موقعي من هذا ثالوث الحب والسلام والأمل، ونقول اللي راهو في ثقافتنا العربية، ومرة أخرى أشكر غادة اللي أعطتنا هالصوت لنتكلم في ثقافتنا. تكلمنا كثيرا عن الحب، كتبنا كثيرا في الحب، الحب في الشعر، الحب في النثر، الحب في الدراسات المخصوصة، في الرسائل المخصوصة للحب. من أوائل من بواكير التأليف عند العرب كانت هنالك رسائل في الحب، بن داود والجاحظ، ثم فيما بعد قدمت الحضارة شوية كيف أصبح العرب ينظرون للحب، رغم أنه اليوم ما فماش إيمان كبير بالحب في مفهومه العادي ولا في مفهومه غير يعني الشامل والخاص. عندنا ثقافة تقوم على الحب، المبدعون هم روح هذه الحضارة، والمبدعون هم أمل هذه الحضارة، وعليهم أن يواصلوا هذه الرسالة. في تونس ككل أنحاء الوطن العربي نحاول أيضا أن نبني أملا في وضعية سياسية صعبة شوية، في وضعية اجتماعية صعبة شوية، في هالجائحة ديمقراطية رغم القبح متاعها لكنها مست الجميع، الفقراء والأغنياء والمتقدمين ففي تونس أيضا يحاول الكاتب، يحاول المبدع، ويحاول الفنان. كنا نستمع إلى هذا الصوت الجميل وإلى هذا النص أيضا، وهو يخلينا زادا نحس بكثير من الأحلام. الموسيقى هي هذه، الموسيقى هي حلم يعني الكون كما يقولون، حين يحلم الكون يقول موسيقى. في تونس قلت نحاول أن نكتب للحب، أن نكتب للأمل، أن نكتب للسلام، على خاطر فما شوية يعني اليوم أصبحنا نخشى قليلا من هالوضعية العالمية المهزوزة شوية والمرتبكة. نحاول أن نكتب للمحبة، ونحاول أن نقدم صورة يعني تعطينا شيئا من الأمل في هذه المكاتيب أو المكتوبات أو الروايات أو الأشعار أو الغناء. أنا أؤمن في نهاية الأمر بأن المبدع سيكون دائما رسول محبة، على المبدع أن يكون كذلك، على المبدع، لا أقول أن هكا يعيش في برجه العاجي، لا، على المبدع أن يقترح مشاريع أخرى غير المشاريع مش نقول قبيحة، برا نقول المشاريع التي ينقصها البهاء والجمال. على المبدع أن يكون دائما هذا الضوء الذي يعطي أنوارا لما حوله ولمن حوله. سنكتب وسنلتقي وسنتكلم وسنغني رغم كل شيء، رغم هذا العصف. هو أنا أريد أختم بهذا الشاعر أبو القاسم الشابي، وهو في
في لنقل في في أوج في قمة صراعه مع خصومه، في قمة صراعه مع الذين رفضوه، في قمة ما تعرض له بعد أن قدم مشروعه الشعري ولم ينل الرضا وقدم مشروعه النظري. بالنسبة لي هم شعاري من الصغيرة في الحب، وأنا سأعتبر أن كل شاعر وكل مبدع يبني علاقته بوطنه من خلال هذه الأبيات الثلاثة التي يقول فيها الشابي: أنا يا تونس الجميلة في لج الهوى قد سبحت أي سباحة، شرعتي حبك العميق وإني قد تذوقت مره وقراحه، لا أبالي وإن أريق الدماء فدماء العشاق دوما مباح. وشكرا. شكرا لحضرتك دكتورة أمينة على هالمداخلة القيمة. وختاما بحب اتوجه لحضرات حضرات المشاركين بالشكر لتلبية الدعوة، واختم مع الفنان الموسيقي شكري عاشور بأغنية. الله يخليك، تفضل. طبعا هذه الأغنية من كلمات شاعر اسمه مالك فتيل من مدينة القطيف، والحاني اسمها إحنا واحد. وهذه رسالة إلى أن إحنا بإمكاننا نزرع ونبني ونعمل كل شيء مع بعض، بإمكاننا في كل مكان نزرع ورود ونرسم أحلامنا ونحققها كمان. هل الصوت واضح ولا لا؟ صوت واضح. أوكي. في شو اسمه، كان أحد الميكروفونات مفتوحة، واحد اسمه فاطمة أو شيء من هالقبيل، ده تسكر الخط. شكرا لك. كده واضح الصوت؟ نعم. هذه الأغنية من كلمات الشاعر مالك فتيل وألحاني، ودعوة ورسالة إلى أن احنا كلنا واحد، بإمكاننا نبني وبإمكاننا نزرع الورود ونحقق كل أحلامنا، بإمكاننا نبني كل مكان ونزرع في كل مكان. تعالوا نزرع زهور الفرح زهرة زهرة، تعالوا يلا تعالوا نسقي نخيل الأماني قطرة قطرة، تعالوا يلا تعالوا نزرع زهور الفرح زهرة زهرة، تعالوا يلا تعالوا نسقي نخيل الأماني قطرة قطرة، بالمحبة نبني الديرة في حضنها احنا واحد، لو تعبنا لو شقينا في هواها ما هو واجب، بالمحبة نبني ديرة في حضنها احنا واحد،
لو تعبنا لو شقينا في هوا ما هو جد هولو هولو يلا 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 محمل شوق وشروع هواس جينا لش طيور ما مزروع بالسماش جينا محمل شوق وشروع هواس جينا لش طيور مغروسة بسماش شوية احنا طشات المطر تحت واحنا فيات الشجر واحنا نهمات الصبر واحنا دروب الامل احنا طشات المطر واحنا فيات الشجر واحنا نهمات الصبر واحنا ورود الامل بالمحبه نبني ديره في حضنها احنا واحد لو تعبنا لو شقينا في هواها ما هو جد هولو هولو يلا 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 هولو 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 يلا 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 شكرا شكرا كثير شكرا جزيلا في مجال عزبك نحن طمعين معنا بعد دقيقة بهالدقيقة تعطيك من الأغنية المفضلة تبعيتي في قلبي وطن أي أوكي نحن هيك نكون عم بتشكر وجودكم معنا الليلة وانطرونا في أمسيات هذا كل اللي تشوفه كله من خوفي عليك ابتعد عنك عشانك ما هو بيدي أو بيديك هذا كل اللي تشوفه كله من خوفي عليك ابتعد عنك عشانك ما هو بيدي أو بيدي ما هو بيدي أو بيدي حبس أشواقي إليك نفسي مرة أحضنك حبس أشواقي إليك نفسي مرة أحضنك لكن في قلبي وطن اسوى عمري والزمان لكن في قلبي وطن اسوى عمري والزمان التزم محبته حرصي وخوفي عليه وعي كله واحترازي وعزلتي منا إليك
عشرك وده فضل. والوعد بكرة يا غالي يا الله دينا. وبكرة بكرة مبعيد نزرع دروب المحبة نلتقي فرحة وعيد. والوعد بكرة يا غالي بكرة بكرة مبعيد نزرع دروب المحبة نلتقي فرحة وعيد نلتقي فرحة وعيد نلتقي فرحة وعيد. الله الله شكرا 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 جزيلا. هيدي كل اغنياتك حلوين بس هيدي من الله يخليك هيك قريبه للقلب تحكي معنا. الله يخليكي الله يخليكي وهذا من ذوقك غاده صراحه اكرمتيني اليوم وخليتي دائما ببسط هذا المجموعه الرائعه بهذه القلوب الجميله بهذه الطاقات المبهرة. شكرا لك ولوجودك معنا هيك اطفى رونق حلو يعني خليكي استمتعنا بهالصوت. والله انا الفخور فخور فيكم جدا جدا جدا. شكرا لحضرتك.